عندنا السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في اكوالاند مدينه مكناس. سيدنا السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم معنا في قناه سيمو شو 07، قناه المشاريع الملكيه والعموميه. احنا غاديين لاكوالاند ناحيه مدينه مكناس، خرج من مكناس كاين اشغال توسيعه الطريق مشاهدينا الكرام، خدامين عليها حاليا، اذا كيحفروا الاساسات ديال هذا الطريق. ها الحفير بادئ على اليمين، غادي توسع هذه الطريقه تولي ان شاء الله دو فوا دو فوا في اتجاه اكوالاند الطريق السيار. اذا قبل ما نوصلوا، انتم مشاهدينا الكرام لاحظوا معايا بوكلان هنا خدامه كتحفر هذا الطريق. اذا الاشغال ها هي امامكم مشاهدينا الكرام، بدء عمليه الحفر ومن بعد غادي دوزو التوفنا وغتجي لك هنا الكومباكت والكاميو سيتيرنا وتبدا عمليه الاسفلت عما قريب بحول الله. اذا على طول هذا الطريق من الطريق الوطني رقم 6 في اتجاه اكوالاند مدينه مكناس. الطريق كلها ان شاء الله حاليا دابا راه ضربنا كيلومتر، حنا غنشوفوا شحال ديال الطريق المسار من هنا لاكوالاند. اذا لاحظوا معايا اشغال مستمره على طول هذا الطريق، الكابلات اللي كانوا القوادس كلهم كيتقلعوا. اذا هنا بداو كيدخلوا في هذه الجنبات حتى هذا السور هذا غيتقلع، كلشي غيتحيد اللي جا في المسار اللي جا في الطريق. اذا اكوالاند راه هو كيبان لكم مشاهدينا الكرام على اليسار، اذا هو هذا. اذا هادشي كلشي هنا، اذا هنا الطريق راه متسعة اصلا دوريجين. ها هو اكوالاند البوابه. صراحه مدينه مكناس محظوظين في مجال الترفيهي، عندهم جوج ديال المنصات ترفيهيه رائعه. عندهم هاد اكوالاند اللي فيه مجموعه ديال الالعاب المائيه والبحريه ومسابح قضاء اوقات ممتعه. صراحه هذا المدخل ديالو هو هذا، منصه فيها مجموعه ديال الملاعب المائيه واكوا بارك كوكو بارك ما شاء الله. هذا المدخل الرئيسي مشاهدينا الكرام، منصة ترفيهية بامتياز ما شاء الله. هنا مكان خاص بوقوف السيارات، واحد باركينغ هنا زوين كبير، والمنصة الخاصة بالترفيه هاي امامكم كيشتغلوا له حاليا، واحد الشارو ارا برع تقروينا نايضة هنا قضاء اوقات ممتعين. مشاهدينا الكرام هنيئا لكم ساكنة مدينة مكناس، تستهلوا أكثر وتستحقوا أكثر. كاين أشغال هنا، منصة ترفيهية جديدة غتكون هنا إن شاء الله قرب الرعلية. يرحب بكم، ما تنسوناش من لايك مشاهدينا الكرام باش نشوفوا ما بداخل هذا المنتجع السياحي. وهنا كاينه واحد شركة لإنتاج مواد البناء. اللهم بارك وزيد في ذلك. هذه البوابة الرئيسية مشاهدينا الكرام، قدامها هنا محركات، آلات، مزنجرات، نيفلوز، كومباكت، وحفارة القبور أيضا معهم. هنا شركة ديال كومبيرو هي اللي شادة هادشي، كتنتج واقيلا الرملة الأطراب ولا الإسمنت أظن، هي اللي خدامين عليها هنا حاليا. ها هما هنا، وهنا المشروع ديال الترفيهي، وهذه الدخلة ديال البياج طريقة سيار مدينة الرباط وسالة. هنا ايضا كاين حتى فاس وجدة. وهنا
هنا الدخلة ديال مدينة مكناس. إذن هذا المدار هذا متشعب، غادي يكون عنده شأن كبير جدا. البياجة وأمامكم مشاهدينا الكرام محادي مباشرة